عندنا يمكن سن افراد الامن قريب من سن الطالب، فعندنا بعض افراد الامن لابسين الزي المدني ومنتشرين في وسط الطلبه عشان نتابع المشاكل اللي موجوده من تحرش وتعاطي المخدرات والكلام ده. بنحاول نوجه الطالب ونحتويه ونديله تعليمات اكتر من مره يتوجه، لما بيتمادى في الموضوع بناخده ونطلب له الشرطه المدنيه، الشرطه المدنيه بتتعامل معاه. احنا مطلوب مننا ضبط النفس عامه، ازاي يتعامل الطالب، واخدين دروس كتير ودورات تبع اداره الامن، ازاي نتعامل مع الطالب بهدوء نمتص غضبه. هو احنا لما بنتعامل مع اي فعاليات او مظاهرات او حاجه داخل الجامعه بنحاول نحتوي الموقف بقدر الامكان، بنحاول نتعرف على الافراد اللي بتقوم بالفعاليه دي، طالما بيعبروا عن ارائهم بطريقه سلميه بنقف في المكان بنامنهم لحد ما يخلصوا الفعاليه بتاعتهم. لو بدأ استخدام العنف، احنا فيه تنسيق مع الشرطة المدنية وموجودين في أقرب أماكن مننا، بيتم استدعاء الشرطة المدنية تاخد الفرد اللي بيخرج عن الإطار القانوني للجامعة بتتعامل معاه بالقانون.